عذرا إذا خانني القرطاس والقلم، فقد تآمرت الأقوام والأمم. مهد الحضارات والأمجاد كيف نمت فيك العداوة والبغضاء والتهم؟ عجبت حين العدا في الكفر اجتمعوا، ونحن في الحق طول الدهر ننقسم. ثقافة العنف تسري في الدماء، لذا تطاول القاع حتى استقعرت قممه. والآن مع كلمة الأخوة في الوقف السني، يتفضل بإلقائها الشيخ الأستاذ ناهذ عبد الله الثويني، فليتفضل مشكورا. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمدا خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوتنا الحضور الكرام، نبارك لكم هذا التجمع المبارك الطيب، نسأل الله عز وجل أن يديمه علينا وعليكم بالخير والبركة. تتزامن هذه الذكرى وهذا المؤتمر المبارك مع ذكرى ولادة فخر الكائنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول الله عز وجل في هذا النبي الأكرم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يريد أن نتكلم عن الرحمة التي تجسدت في شخصه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام مع الإنسان والحيوان وحتى مع الجماد، لكي نعلم أولئك المارقون على هذا الدين ما هي الرحمة، ما هي الرحمة. يريد أن نلقنهم درسا ننطلق من هذا المكان المبارك. نقول لهم: يوما من الأيام كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب من على منبره، ثم نزل من منبره، ثم تحول إلى المنبر الآخر، المنبر الجديد. ثم عندما تحول إلى المنبر الجديد، سمع هناك صوت من الأنين، صوت يؤن، فتعجب الكل. ثم بعد ذلك علموا بأن هذا الصوت يخرج من منبره عليه الصلاة والسلام، يحن ويؤن للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فعندما ترجل النبي عليه الصلاة والسلام من منبره وعاد إلى المنبر القديم، فحضن الجذع بين صدره، فسكت الجذع من الأنين، إنه الحبيب المصطفى. فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو لم أحضنه لظل يؤن إلى يوم القيامة. من الذي علم؟ نقول للجذع: يا جذع، من علمك بأن هذا محمد نبي الرحمة؟ يا جذع أيها الجماد، من علمك هذا نبي الرحمة؟ جمل آذاه صاحبه، فجاء فوقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودموعه تصب من الدموع، دموعه تصب. فعندما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم لغة هذا الجمل بأنه يشكو إلى الحبيب المصطفى. قال: من صاحب هذا الجمل؟ إنه يشكو إلي بأن صاحبه يؤذيه. فجفف دموعه عليه الصلاة والسلام، فأوصاه بأن يترأف بهذا الجمل. من الذي علم الجمل بأن هذا محمد نبي الرحمة؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي مع مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم،
فقام أحد الصحابة فأخذ عصفورا صغيرا من عشه، فجاءت الأم تبحث عن ربيع الرحمة، فجاءت فوقفت على رأس الحبيب عليه الصلاة والسلام، فظلت تدور على رأسه فكأنها تقول له: يا محمد، إن أحد أصحابك قد أخذ ابني. فقال لهم: من أفجع هذه بصغيرها؟ ردوا الصغير إلى عشاشه، هذا هو محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو محمد. جاءت له الهرة تنظر إليه وتنظر إلى الإناء كأنها تريد الماء، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإناء فأدناه إلى الهرة فشربت، فعندما ارتوت ذهبت ونظرت إليه كأنها تشكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: هذه الرحمة، هذه الرحمة. أحد الصحابة رضي الله عنهم مرضهم في المعركة وهو يقابل أحد الكفار، فنزل سيف الصحابي على الكافر المشرك الكافر، فعندما نزل السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن خلص السيف نزل وانتهى الرجل بالحال. جاء ذاك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، فعلت كذا وكذا. قال: كيف بلا إله إلا الله؟ كيف بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله. قالها خوفا من السيف. قال: أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ ونقول لهؤلاء المارقون: لمن يصفوننا هؤلاء الداعشيون التكفيريون؟ لمن يصفوني ويصفون أبناء بلدنا وشعبنا بأننا كافرون وبأننا مشركون؟ يصفون كل الشعب العراقي سواء كان سني أو شيعي، كلنا يصفوننا بأننا كفار ومشركون. نقول لهم: يا مارقون، يا من تدعون بهذا الدين، هذا هو دين محمد، أما دينكم دين القتل وسفك الدماء فنحن منه براء. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، نحن لا نتبرأ ولن نتنصل من أخواننا وأبنائنا ولن نتنصل من عراقنا أبدا، فنحن براء منكم وبما تدينون من كفر وقتل وتشريد وسفك دماء. نقول لكم: هذا دين قد ابتدعتموه حديثا، فهذا دينكم، أما ديننا فهو دين الرحمة، دين السماحة. محمد قائدنا يوحدنا، الحسين عليه السلام يجمعنا. والله خسئتم، والله خسئتم يا أوغاد ويا أنذال أن تقسموا هذا البلد وأن تفتتوا أمرنا وأن تفرقوا شملنا، خسئتم والله. ما دام فينا محمد، ما دام فينا شيء ينبض في قلوبنا اسمه الحسين عليه السلام، فخسئتم وخسئ كل شيء جئتم به. فنحن نثمن لكم هذه الجهود المباركة، وخصوصا تكريم عوائل الشهداء. وأي شهداء؟ هؤلاء الذين ضحوا بدمائهم. والله مهما تكلمنا ومهما أعطينا لتنفذ الكلمات وينفذ حبر الأقلام، ولم نوفي هؤلاء شيئا بسيطا منهم، لأنه ضحوا بدمائهم. وهل هناك شيء أغلى على الإنسان من روحه؟ فهذه مسؤوليتنا جميعا. هؤلاء الذين تصدوا في السواتر لكي نعيش آمنين بين عوائلنا وأهلنا، لكي يقف هذا البلد، فهذه مسؤوليتنا جميعا بأن نقف معهم ونعينهم ونبحث عنهم. لا أريد أن أطيل عليكم، فنقول: نسأل الله عز وجل أن يعيد هذا البلد إلى أمجاده إن شاء الله، وهذه غيمة وتزول وينتهي كل شيء، وهؤلاء الأوغاد سوف يأتي يوم ويسحقوا بالأقدام ما دمتم وما دامت الغيرة فينا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.